فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا قريب منه يقول: ظلمني أقاربي ولم يعطوني من الميراث، وذلك منذ 30 سنة، ومقدار الميراث كان 600 دينار أردني. يقول: الآن بعد 30 سنة وافقوا على إعطائي هذا المبلغ. يقول: ومن المعلوم أن النقود الآن ليست كما كانت في ذاك الوقت. خذ ما يعطونك بس ولا تفلس بعد مرة. نعم.